الوصية إذا كانت هي في حدود ثلث مالها، يشوفوا لها مالها ميراثها كله، كان عندها غير هذا الثمن عندها أموال أخرى والثمن لا يتجاوز الثلث، فالوصية صحيحة لأن الربيب غير وارث. لكن إذا كان هي جميع ما تملكه هو هذا الثمن فقط وليس عندها شيء آخر، فلا يحل أن تفعل ذلك، بل هذه الوصية تكون الثمن يؤخذ منها قدر ثلثه فقط وتنفذ فيه الوصية، وما زاد على الثلث يستشار فيه باقي ورثتها من عصبتها ولو كانوا أباعد، يقول لهم رأي هذه المرأة ماتت والمال كله اثبات لربيبها وهو ما عندهاش في الشرع إلا الثلث بس، كأنكم أنتم بتنفذوا وصية هذه المرأة يعني إكراما لها، يجوز له أن يأخذ ذلك. وإذا كان قول لا ينبو الشرع يعطيه الشرع يأخذه، يقال ما يعطوش من هذا الثمن إلا قدر الثلث ما دام ما عندهاش مال آخر، والباقي يقسم على الورثة حسب الفريضة.